فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي ابن عم لي، فجلسنا في بيت عمي لاستقبال المعزين دون عمل أي ولائم ودون إحداث أي شيء، فأتانا أحد طلبة العلم وأنكر علينا هذا الجلوس وقال: لا تجلسوا في البيت ولا تستقبلوا أحدا. يقول: فما توجيهكم في ذلك، علما بأن الناس إنما تعزي ثم تمشي ولا تجلس؟ عمل هذا وتنظيمه ما يصلح، عمل هذا لكن لا جاك واحد واستأذن عليك وأذنت له دخل وعزه ما في بأس، أما أنك تنظم هذا وتجلس تنتظر هذا لا أصل له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.